السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. اليوم راح نتكلم عن أذكى شخص عاش على هذه الأرض. موضوع مشوق بس في نفس الوقت غريب إلى حد ما. كيف تقدر تحدد منو هو أذكى شخص؟ في البداية ممكن يتبادر لذهنك علماء ومخترعين كبار مروا على تاريخ البشرية، أينشتاين، تسلا، نيوتن، دافنشي وغيرهم كثير. لكن الشخص اللي بنتكلم عنه اليوم مختلف، شخص على الأغلب انك ما سمعت عنه ابدا. بس قبل ما ندخل في قصتنا هذه اليوم، يسعدني اني اقدم لكم هالفيديو مع اخوي الدكتور محمد غنايم. اعتقد كثيرين منكم يعرفونه، لكن للي ما يعرفه فعلى قناته، قناة محمد غنايم، يقدم لكم محتوى تعليمي توعوي تحفيزي باسلوب جدا جميل ومميز. وطبعا في مقطع تعاونت فيه معاه ايضا موجود على قناته الحين، تقدرون تروحون وتشوفونه بعد ما تخلصون هذا المقطع. تفضل يا اخوي محمد. حياك الله أخي بدر، وسعيد جدا بأن أكون معكم في هذا المجلس الطيب، ومتحمس جدا لأن نخبركم أنا وأخي بدر هنا قصة أذكى رجل في العالم. الرجل اللي بنكلمكم عنه اليوم اسمه ويليام جيمس سايدس، واللي بتقدير كثير من الناس والمختصين يعتبر أذكى عقل بشري مر على هذا الكوكب. بس السؤال اللي يطرح نفسه، ليش شخص مثل هذا من معروف؟ ليش ما سمعنا فيه من قبل؟ أنا عن نفسي اللي قاعد أقولكم الموضوع سمعت فيه لأول مرة وأنا أحضر الفيديو. فكيف أذكى شخص مر على تاريخ البشرية مجهول لهالدرجة؟ السبب ببساطة هو أنه ما قدم شيء يذكر للبشرية. ذكاء الخارق كان محدود في كونه إنسان فائق القدرات العقلية من طفولته، لكن حياته المؤسفة إلى حد ما أدت إلى أنه ما صنع إنجازات كبيرة ولا استغل هذه القدرات في شيء يخدم البشر. لكي تستوعبوا لأي درجة كان عقل هذا الإنسان متفوق على باقي البشر، يكفي أن تعرفوا أن الخبراء قدروا ذكاءه على مقياس الذكاء IQ ب300 نقطة. ولكي تستوعبوا الصورة أكثر، فالإنسان العادي منا يحصل في العادة على مجموع 85 إلى 115 نقطة على مقياس IQ. ولكي تتضح الصورة تماما، فأينشتاين الذي يعتبر أشهر عالم فيزياء في التاريخ يقدر الخبراء ذكاءه ب190 درجة على IQ، وذلك معناها أن أينشتاين أعلى من الإنسان الطبيعي ب100 نقطة، بينما ويليام أعلى من أينشتاين ب100 نقطة وأعلى من الإنسان الطبيعي ب200 نقطة. لماذا نحن هنا؟ طبعا مقياس الذكاء أو الIQ ليس هو المقياس المطلق للعقل، لأن هذا المقياس لا يقيس قدراتك الاجتماعية ومهاراتك على الإبداع، وهذا شيء سيكون واضح في قصة ويليام وحياته الحزينة إلى حد كبير. عشان نفهم قصة هذا الإنسان لازم نتعرف على أبوه وأمه، واللي هم على الأغلب كانوا السبب الرئيسي في نبوغه ونبوغ قدراته العقلية من الطفولة. أبوه وأمه كانوا بروحهم ناس مذهلين علميا، اثنينهم كانوا دكاترة، وكان أصلهم من أوكرانيا لكن بسبب الظروف والملاحقة العرقية انتقلوا لأمريكا في سنة 1887، وهم حتى كانوا في ذاك الوقت أصلا ما يعرفون يتكلمون إنجليزي. لكن اثنينهم كانوا أذكياء وبسرعة قدروا يتعلمون اللغة ويندمجون مع الثقافة والمجتمع الأمريكي. بوريس سايدس اللي كان الأب دخل كلية الطب وتعلم وصار طبيب نفسي معروف وله سمعة كبيرة. أما الأم واللي كان اسمها سارة سايدس فأيضا دخلت كلية الطب وصارت طبيبة عامة. يعني تخيلوا، دخلت كلية الطب في سنة 1897، ذاك الوقت النساء حتى أصلا ما كان مسموح لهم أنهم يصوتون. كانت من أول النساء اللي حصلن على شهادة الطب في التاريخ الأمريكي كله. فيعني باختصار احنا هني نتكلم عن أبوين بروحهم متعمقين في العلم ويحبونه، وكان عندهم إيمان أن أي شخص في أي سن يقدر يتعلم أي شيء إذا توفرت له الظروف المناسبة والطرق المناسبة عشان يتعلم. فلما حملت سارة بولدهم ويليام، من ذاك الوقت جهزوا خطة عشان يطلعون هالولد نابغة متفوق على أي إنسان آخر عقليا. أول شيء كانوا متفقين على أنهم ما راح يودونه للمدرسة، كانوا مقتنعين أن نظام المدارس فاشل وياخذ وقت طويل أكثر من اللازم عشان ينمي عقل الطفل. فهم كانت عندهم خطة أسرع لتنمية عقل طفلهم من الولادة. فويليام ممكن نعتبره أنه كان مثل التجربة بالنسبة لهم، بس كان تجربة لازم تنجح بأي ثمن. يعني ممكن نعتبر أن حياة ويليام سايدس الحزينة بدت حتى من قبل ما ينولد. تخيلوا، ولد ويليام في عام 1898، وبدأ والداه بتطبيق خطة تعليمية عالية الكفاءة من سنته الأولى. كانوا يريدون أن يجعلوا من هذا الولد
عبقريا بأي ثمن كان. وفعلا باستخدام الأساليب التعليمية التي طورها الأب، استطاع ويليام الرضيع أن يبدأ بتعلم الحروف من الأشهر الأولى في حياته. احنا ما شاء الله يبدأ بالتكلم بعد سنتين أحيانا. تخيل أنه عندما وصل إلى عمر 6 شهور كان لديه القدرة على نطق كلمات مثل كار أو سيارة، وبعد شهرين أي عندما أصبح عمره 8 شهور كان باستطاعتها أن يأكل باستخدام المعلقة بدون مساعدة. طبعا الأبوان كان فخوران جدا بولدهم أكيد، لكنهم على ما يبدو كانوا فخورين أكثر بالأساليب والوسائل التعليمية النفسية التي طورها الأب في تعليم ولده. فأصبح ينشران الأبحاث والوسائل والطرق التعليمية التي استخدماها. على الظاهر أن ولدهم كان بالنسبة لهم مجرد عينة تجارب أو فأر تجارب إن صح التعبير. هذا الولد لم يعش طفولته بالشكل الطبيعي والسليم، ولكن بالمقابل كانت التجارب ناجحة إلى أقصى درجة. لما صار عمر ويليام 2 صار يقدر يقرأ النيويورك تايمز، كان يقرأ الصحف والجرايد عمره 2، وكان بعد يقدر يكتب رسائل باستخدام آلة الكتابة. وإذا كان كل هذا مو مذهل كفاية بالنسبة لك، فأيضا كان ويليام يكتب بالإنجليزي وبالفرنسي عمره 2. طبعا ما كان طليق فيهم تماما ويقدر يكتب براحته يعني، لكن يظل يعني شيء مذهل. طبعا استمر على نفس طرق وأساليب التعليم هذه خلال السنين اللي بعدها، ولما صار عمره 6 سنوات صار متقن ل9 لغات: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، اليونانية، العبرية، اللاتينية، التركية والأرمانية. عمره 6 سنين عنده 9 لغات وكان طليق فيهن كلهن، كان عبارة عن قاموس متنقل يمشي على الأرض وهو بهالعمر الصغير. طبعا الأطفال اللي بعمره كانوا توهم يدخلون المدارس، فيعني هو كان سابق أقرانه بسنين ضوئية. وتجربة الأبوين سايدس نجحت نجاح باهر، لكن بعد أبوه كان مهووس بالتفاخر قدام العالم وحول ولده لمادة إعلامية. صار ويليام دائما يظهر على عناوين الصحف والجرائد، وصارت أبحاث أبوه تنتشر أكثر وأكثر في الوسط العلمي وحتى ما بين عامة الناس. في سن 8 سنوات اخترع ويليام لغته الخاصة، يعني على ما يبدو أنه بعد ما تعلم كل هذه اللغات يعني حس بعدم الاكتفاء، فقرر أنه يخترع اللغة من عنده. وفعلا اخترع اللغة سماها فيندرغود، كتب عنها كتاب في سنة 1905 لما كان عمره 8 سنوات. لغة كاملة لها حروفها، لها أرقامها، لها قوانينها، شيء عجيب. يا جماعة احنا نتكلم عن شخص عبقري، عقله طفرة ما لها مثيل في التاريخ. وعشان كذا تم قبوله في جامعة هارفارد وهو في سن 9 سنوات. قدر انه يتجاوز امتحان القبول في جامعة هارفارد اللي تعتبر من اكبر واعرق جامعات العالم الى يومنا هذا. بس من بعد التباحث ادارة الجامعة شافوا انه ما بيكون مستعد نفسيا لحياة الجامعة والدراسة فيها. يمكن عقله مستعد بس كطفل عمره 9 سنوات ما راح يتأقلم مع الوضع، فأجلوا دخوله للجامعة لحد ما وصل سن 11 سنة. وأخيرا فاد السن قبلت الجامعة إنها تستقبله. تخيل طفل عمره 11 سنة يدرس في هارفارد، وحتى كان المفروض ينقبل وهو عمره 9 سنوات، قبلها بـ2. المهم إنه هناك في جامعة هارفارد أثبت إنه مش بس مؤهل للدراسة فيها، لا أثبت إنه حتى أذكى من أساتذته اللي يدرسونه. كان حتى في بعض الأحيان يقدم محاضرات في نادي الرياضيات في الجامعة ويعطيهم محاضرات عن مواضيع ثقيلة ومعقدة مثل الأجسام رباعية الأبعاد وغيرها، وكان عشرات وربما مئات من الناس يحضرون هذه المحاضرات لو ما عشان المادة العلمية اللي يقدمها فعشان يشوفون هذا الولد النابغة ويتكلم في مواضيع ما تتوقع أبدا أنها تطلع من هذا الجسم الصغير. هذه المحاضرات وغيرها من الإنجازات اللي كان ويليام سايدس قاعد يحققها في سنه الصغير جذبت له الأنظار على مستوى الدولة كلها، صار يتصدر عناوين الصحف الكبيرة وصار مثل الطفرة الثقافية في ذاك الوقت، شخص وحالة ما شاف المجتمع لها مثيل من قبل. تخرج ويليام من جامعة هارفارد وعمره 16 سنة وصار بعدها أصغر بروفيسور في التاريخ، صار يدرس الرياضيات في جامعة في تكساس. بس عاد يعني الوضع كان مو مريح، يعني تخيل ان طلابه اكبر منه عمره 16 سنة والمفروض انه
يدرسهم. المشكلة أن عبقرينا كانت مهاراته الاجتماعية ضعيفة جدا. للأسف نموه العاطفي والاجتماعي لا يتوازن مع نموه العقلي، وهذا سبب انعزاله أكثر عن العالم والناس. في إحدى المقابلات التي أجراها ويليام مع إحدى الصحف قال: أريد أن أعيش الحياة المثالية، والطريقة الصحيحة لأن يعيش الشخص الحياة المثالية هي أن يعيشها بعزلة. دائما ما كنت أكره الحشود. وفعلا بعدها قدم استقالته من وظيفته التي كان يعمل بروفيسور واختفى عن العالم لسنوات. الضغط الذي سببه أبواه من جهة والمجتمع من جهة أخرى وخليط المشاكل بسبب مهاراته العاطفية والاجتماعية الضعيفة، كل هذا سبب له حالة من الخوف والرهبة جعلته يبتعد عن العالم. وفعلا اختفى ويليام عن الوجود كأنه لم يكن، ولم يسمع عنه شيء إلا بأربعة سنوات من اختفائه، وبالتحديد في سنة 1919، وذلك بسبب أنه تم اعتقاله بسبب مظاهرات شارك فيها، والسبب على ما يبدو أنه كان بسبب فتاة وقع في حبها. المهم أنه دخل السجن بسبب هذه الأمور الغريبة التي كان في غنى عنها، وحكم عليه 18 شهر يقضيها في الحبس بالضبط عندما كان عمره 21 سنة. بعد ما طلع صاحبنا ويليام من السجن قرر انه يكمل حياة العزلة اللي كان عايش فيها، بس هالمرة زاد فوقها فكرة إضافية بعد. كان ما بس يريد ينعزل عن العالم، كان يريد يغير هويته ويمسح ماضيه ويترك كل شيء وراه بما فيهم أمه وأبوه. فبعد ما طلع ويليام من السجن بدأ ينتقل من مدينة لمدينة، وكل ما انتقل لمدينة جديدة غير اسمه، وكان كل مرة يترك مدينة ويغير هويته أيضا يترك كل شيء وراه في المدينة السابقة، كأنه يبدأ حياة جديدة في كل مرة. خلال هذه السنين من حياته كتب كتب كثيرة، بعضها معروف وقدروا يحددون أن هذه كتبة فعلا، مع أن نشرها باسم مختلفة أو أسماء مختلفة عن اسمه الحقيقي، لكن معظم هذه الكتب في الواقع اختفت لأن ما حد قدر يتبع كل الكتب اللي كتبها خلال هذه الفترة من حياته بسبب تغييره لاسمه وهويته دائما. الكتب اللي كتبها ويليام سايدس خلال هذه الفترة كانت متنوعة، كتب في مجال علم الكون، كتب في التاريخ الأمريكي، كتب في علم الإنسان، وكتب حتى في أنظمة المواصلات، ما خلى مجال إلا وكتب فيه. بس بعض الكتب هذه كانت غريبة بعد، مثلا كتب كتاب عن تذاكر عربات الشارع أو اللي يسمونهم street cars، واللي هي هذه العربات اللي تمشي على السكك مثل القطار بس تكون في نص الشارع. لسبب ما صاحبنا ويليام كان مهووس بتجميع تذاكر هذه العربات لدرجة انه كتب كتاب كامل عن هذه التذاكر، قاعد يوصف كل تذكرة ومكانه وما يعني تفاصيل غريبة. مع كل هذا ومع تنوع المجالات اللي كتب فيها ظلت هذه الكتب غير مفيدة لذيك الدرجة البشرية، فيعني مع عبقرية ويليام سايدس ما قدم شيء يذكر للتاريخ البشري، وعشان كذا اسمه النسى، ما كان يذكر مثل باقي العلماء والعباقرة اللي مروا على التاريخ. لكن في كل الأحوال على ما يبدو أن ويليام أصلا ما كان مهتم أنه يقدم شيء عظيم للبشرية، كل اللي كان يهمه أنه يعيش حياته بعيد عن عيون الناس. مع ذلك الناس ما تركوه في حاله. في سنة 1937 إحدى الصحفيات التي كانت تعمل في جريدة تسمى The New Yorker قررت أن تتتبع ويليام، كانت تريد أن تضعه في فقرة اسمها أين هم الآن؟ هذه الفقرة كانت مختصة بأشخاص كانوا مشهورين في وقت ما ثم اختفوا عن الأنظار لتتبع كيف أصبحت حياتهم الآن. فلكي تقوم هذه الصحفية بالتقرب من ويليام على ما يبدو أنها أغرته بجاذبيتها الأنثوية، واستطاعت أن تتقرب منه ويتجعله يخبرها عن كل تفاصيل حياته الشخصية. راحت عليه أشياء شخصية جدا وتفاصيل عميقة من حياته، كلمها عن مشاكله ولحظات ضعفه وكيف أنه كان يبكي أحيانا بسبب الضغط الهائل الذي كان عليه. ومن خلال هذه المعلومات التي استطاعت هذه الصحفية أن تحصل عليها بطريقة خبيثة نشرت عنه مقالا قاسيا جدا تكلمت فيه عن كل الأمور التي أخبرها إياه بافتراض أنها ستبقى سرا بينه وبينها، ووصفت فيه كيف وقع ويليام العبقري من مكانته العالية وكيف ضيع كل الإمكانيات التي كانت متاحة له، وكتبت كل هذه التفاصيل بأسلوب قاسي جدا لا تعليق. ويليام الذي كان عمره في ذلك الوقت 39 سنة كان يعيش حياته بكل ارتياح بعيدا عن أعين الناس وفي عزلته، ولكن جاء هذا المقال من حيث لا يتوقع وهز حياته مرة أخرى. من شدة الغضب الذي اعتراه رفع قضية على تلك الجريدة وعلى تلك الصحفية، ووصلت هذه القضية للمحكمة العليا، لكن مع الأسف مع أن القاضي أعرب عن تعاطفه مع ويليام، ولكنه حكم أن ويليام يعتبر شخصية عامة ومن حق الصحافة أن تتحدث عنه، وهذا
هذا لا يعتبر خرقا لخصوصيته. من بعد خسارة ويليام لهالقضية ساءت حالته النفسية أكثر، لكنه ظل يحاول ينعزل عن الناس والعالم بنفسه لحد ما كانت نهايته المحزنة في سنة 1944 لما حصلوه ميت على الأرض في شقته الصغيرة بعد ما تعرض للجلطة بسبب نزيف دماغي وعمره 46 سنة. هذا الإنسان اللي قد يكون عقله أذكى عقل مر على تاريخ البشرية عاش حياة صعبة جدا، معظم فصولها كانت حزينة، والسبب الرئيسي ضغط أبوه وأمه والمجتمع اللي حوله والتوقعات الكبيرة اللي انحطت عليه. القدرة اللي كانت المفروض تكون نعمة تحولت إلى نقمة بسبب قرارات غلط. أنا عن نفسي أشوف السبب الرئيسي فيها هم أبوه وأمه، واللي أعتقد أن ولدهم كان بالنسبة لهم عينة تجارب لأبحاثهم ودراساتهم أكثر من أن الطفل اللي لازم يرعونه ويهتمون فيه ويحبونه من كل قلبهم. قصة فيها عبرة كبيرة أن لازم نهتم بجانب الإنسان والعاطفة قبل ما نهتم بجانب القدرات العقلية المحضة. ما ينفع تعامل هذا المخ كأنه مجرد آلة، احنا بشر قبل كل شيء. ولهني نكون وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه، وايضا هني ظاهر قدامكم المقطع اللي تعاونت فيه مع اخوي محمد غنايم في قناته، تقدرون تضغطون عليه وتشوفونه الحين. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.